بكلمة وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بوروروم، شغلتك على المدفع بوروروم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اتنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة، الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان كوميدي له كاريزما مش هتتكرر، هو أستاذ في الارتجال. من أشهر إفهاته: حرام يا جدع، ما تنطقش الكلمة دي، إحنا ما نروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا. الفنان نجاح الموجي أو الواد مزيكا، من مواليد 11 يونيو سنة 1943 في قرية ميت الكرمة بمركز طلخة بمحافظة الدقهلية. اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، لكن بسبب دعم وتشجيع أخوه الكبير استعار اسمه، وكان اسمه نجاح، وبالتالي أصبح هو اسمه نجاح الموجي. فكرتني بالزبون اللي عملها معايا مرة واحدة بس في حياتي. كنت أنا وهو متفقين على 10 جنيه وربع. بعدين هو ما كان عايز يدفع 10 جنيه بس. بعدين ولا قبلين، لو عند حضرتك وقت نروح نزوره سوا في مستشفى القصر العيني. بدأ نجاح الموجي حياته الفنية لما المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أسندوا لي دور في مسرحية فندق الأشغال الشقة، وده كان سنة 1969. بعد كده توالت الأعمال المسرحية ما بين نجاح الموجي وفرقة ثلاثي أضواء المسرح، لحد ما وصل لمسرحية المتزوجون، وأشهر دور في حياة نجاح الموجي الواد مزيكا. جزارين دلوني اطاني فين الاقيك. ازيك يا مزيكا؟ ازيك يا سيدي سعود؟ الحمد لله. امال فين سحانف؟ سحانف ايه؟ هيكون فين يا سيدي؟ بيستحمى. يا لهوي، كل ده ولسه ما نضفش؟ بيستحمى. بيستحمى كل يوم يا مزيكا، اللي ما كانش بيستحمى ليوم شم النسيم بس. اشمعنى يعني شم النسيم؟ كان ما كانش يحب لا البيض ولا الفسيخ ولا البصل. جواز بقى نظافة. نظافة مين يا سيدي؟ عز فجأة جاء. تجيب له ايه؟ الفطار يا مسعود. كل ده فطار؟ امال ايه؟ فول مدمس وطعميه وعجه، تشكيله قال تشوف. من اعمال نجاح الموجي المسرحيه كمان خد الفلوس واجري، زواج مستر سلامه، العين الحمراء، عالم قطط، صعيدي ولا بحيري، كوبري الناموس، وكمان لا مؤاخذه يا منعم. ما لم يمت بالسيف مات بالمطوه سعادة الباشا. نجاح الموجي ونجاحه في المسرح والسينما لم يتوقف، اتجه كمان لمجال الأعمال الإذاعية ومثل في مسلسل محمد علي مؤسس مصر الحديثة وفارس عصره وأوانه. أنا مرة جالي واحد لواء من المديرية مكافحة مخدرات، وكانوا أياميها مشددين قوي، قال لي ولا يا هرة. قلت له الله، ليه كده لواء؟ إيه ولا دي؟ أنا معلم برضه. قال لي ماشي. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. النجاح في المسرح والتلفزيون لنجاح الموجي ما كانش كفاية من وجهة نظره، كان لازم كمان يروح للسينما وشباك التذاكر، وكان من أشهر الأعمال السينمائية اللي تركت له رصيد وأثر في الجمهور جمهور السينما فيلم طقطق وريكا وكازم بيه. لو سمحتي ممكن تحطي لي الفيش ده، لأن أنا إيدي مش طيبة. قوي طب تحب حضرتك احطه على نمرة كام؟ الحقيقة انا حظي وحش قوي، نقيل انت نمرة. اوكي 36. 36 دي كانت فرصتي الاخيرة. فرصتك الاخيرة في ايه؟ في العملية. الله، هي مش العمليات بتاعتكم بتبقى على حساب الشغل؟ انا ما بتكلمش على العملية بتاعتنا. امال ايه؟ انا بكلمك على عملية خالتي، اصلها عيانة ومرمية في المستشفى بين الحياة وبين الموت، وانا اسف قوي مش عارف انا ليه كلمتك في المسائل دي. لا ارجوك ما تبقاش حساس للدرجات، مش كويس عشان صحتك، عشان خاطرك. انا ما اقدرش اشوف راجل بيعيط، من فضلك ما تعملش في نفسك كده. من فضلك. ايه ده؟ وحياة بابي اللي انت واخدته،
اوعى تكسفني بقى. ايوه يا ست هانم، انا صحيح خسرت كل حاجه الا الكرامه. اغفى عليك، وحياة ربنا لو ما خدتهمش ان شاء الله يا رب اموت دلوقتي حال. بعد الشر عليكي، بس انت نفسك ما ترضيش ان انا اخد من حاجه من حد انا ما اعرفوش. بسيطه يا سيدي بس كده. انا اسمي كريمان شهاب، وصاحبتي الانتيم بيقولوا لي يا ريك. عارف ليه؟ اصل ما كنت بيبي وما كنتش بعرف انطق اسم، فكل ما يجوا يندهوا عليا ويقولوا لي كريمان هما انا قايله لهم ريكا. استريحت بقى. وانا اسمي طارق ابو المجد، واصحابي الانديل بيقولوا لي طقطق. ايه؟ طب يا هتاخد الفيشل معاك ده بالامر. ريكا انا مش عارف اقول لك ايه، انت غلبتيني. انا اقدر اقول لك دلوقتي انك انقذتي حياه واحده غاليه وعزيزه عليا قوي، خالتي. مش هقول لك متشكر، لا، انما الهي وانت جاهل. الدعوات اللي هتغرقك بيها تكون من حدك ومن نصيبك يا ريكا يا بنت حواء وادم. الا بالمناسبه انت امك اسمها ايه؟ حنفي. الحب في ظروف صعبه، الكتكات 424، وكمان فيلم الحب في طابة وليه يا بنفسج والبحر بيضحك ليه وأيام الغضب وأربعة في مهمة رسمية وكمان أمهات في المنفى. نقول اللعبة دي، يلا نجري كمان بقى. نجري إيه؟ إحنا جايين نجري يا بنت الناس. آه إحنا جايين نتعلم، جايين نقرأ. لا إحنا عايزين نجري. بصي بصي، إحنا نقرأ الأول وبعدين نلعب ونجري، وبعدين نقرا وبعدين نلعب ونجري. طب انا هقول لك حاجه. ها؟ احنا نلعب الاول وبعدين نلعب ونجري، وبعدين نلعب الاول تاني، وبعدين نلعب ونجري كتير. يعني مفيش قرايه خالص؟ لا. طب انا هقول لك، الاول نقرا حبه قد كده، وبعدين نلعب حبه قد كده، وبعدين نقرا حبه قد كده، وبعدين نلعب حبه قد كده. يلا يلا بينا على جوه. لا هنا. حرف ايه ده؟ ده ولا ده؟ ده ده ولا ده هون؟ ده هون. ده هون ولا دوت؟ دوت. الملاولو ده؟ الملاولو ده. المبعجر ده؟ المبعجر ده. المشخبط ده؟ ايوه المشخبط ده. المنيل ده. حرف ايه ده؟ حرف ايه ده؟ وربنا وربنا انا بنفخ في قربة مقطوعة. يا فندي يا فندي يا فندي. نعم. هي فندي. هي ايه؟ القربة. ربنا ينتقم منك. ربنا ياخدك يا رب. ربنا يهزك. ربنا يوقف دموك وتبقى طول كده. ربنا يخرب عقلك. يا ساتر. ياما اما اتمنيتي يا اختي. يا رب اشوفك مدرس يا صابر. نجاح الموجي ونجاحه في التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون والاذاعه خلاه يقدم واحده من اشهر الاغاني اللي اشتهرت في فتره الثمانينات، وكانت في فيلم ايام الغضب، والاغنيه دي كانت هي وش السعد عليه، وكانت اغنيه الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.